فبالنسبه للشوربه ديال الخضره بالبلبوله غادي ناخذوا الخضره اللي عندنا، غادي ناخذوا بحال دابا حبات ديال البطاطا، خيزول، القرا، القرعه الخضراء، الكورجيت، شويه ديال اللوفت، الكرومب، والبرو، والبصله، والمطيشه. يعني ما غاديش نكثروا، غادي نديروا بحال دابا جوج بطاطات، جوج ديال الخيزويات، جوج ديال القرعات خضرين، مثلا طريف ديال القرعه الحمراء، وخاصة الا بقالنا بحال دابا الجمعة من الكسكسو يعني ما استعملناهاش كاملة، ففرصة انه في الغد السبت نديرو هاد الشوربة. قلنا جوج حبات ديال البطاطا، شوية من الخيزو، طريف ديال القرعة الحمراء، جوج حتى ثلاثة ديال القرعات خضرين الكورجيت، حبات ديال اللفت، واحد طريف ديال الكرومب الملفوف لي شو، والبرو، والبصلة، وحبة ديال المطيشة. غادي نديرو هاد الخضرة كلها في الكوكوط يعني في طنجرة، غادي نديروها كلها بعد ما كنكونوا غسلناها قطعناها المربعات صغيره المكعبات. ومن بعد غادي نضيفوا على هذه الخضره، غادي نضيفوا ليها شويه ديال الكرافس، يعني عين ميزاننا واحد ضربيطه صغيره ديال الكرافس والقزبر ومعدنوس. هادو بجوج ما غنخليهمش مربطين كيف كنديروا، انما ناخذوا الكرافس والقزبر ومعدنوس غادي نغسلوهم مزيان، نشفوهم ونقردوهم رقيق يعني مفرومين رقيق. وغادي نديروا شويه من زيت البلديه، وغادي نديرو مباشرة وحنا غادي نطيبو هاد الخضرة، غادي نديرو زيت البلدية، الملحة، الإبزار، الخرقوم البلدي، نديرو واحد طريقة صغيرة ديال السمن، وغادي نرويو بالماء الكافي، ما نخليهم لا يتشحروا لا والو. قلنا هاد الشوربة ديال الخضرة والبلبولة، ناخدو حبات ديال البطاطا مع خيزو مع طريف ديال القرعة الحمراء مع شوية من الكورجيت القرعة الخضراء مع اللفت بالألوان ديالو كاملين، مع الطريف ديال الكرومب ديال الملفوف، مع البرو، بصلة وحدة، وحبة ديال المطيشة. غادي نديرو هاد الخضرة كلها نغسلوها نقطعوها مربعات صغار، وغادي نديروها في الكوكوط مع الكرافس والقزبر والمعدنوس مقردين رقيق، ماشي مربطين وانما مفرومين مقردين رقيق. غادي نديرو شوية من زيت البلدية، غادي نتبلو بشوية ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال السمن البلدي، وغادي نديرو الماء الكافي، يعني الماء اللي غادي يكفانا، ما نكثروش الماء بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش قليل، عندنا ميزاننا الماء الكافي اللي غادي يطيب لنا هاد الخضره. وغادي نديرو فوق عافيه مهيله، وغادي نخليو حتى كيطيب لنا هاد الخضره وكتخلط مع هاد المقادير مع هاد العطريه كامله. ومن بعد كنخليو ملي كنطيب لنا الخضره كنطفيو عليها وكنخليوها حتى كتبرد، ضروري ما نطحنوهاش وهي سخونه، نخليوها حتى كتبرد وكنطحنوها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. داكشي علاش درنا الكرافس والقزبر ومعدنوس مفرومين، لانه الا كان مربطين ما عندناش كيفاش نديرو ليه، كيصعب على انه يطحن، فضروري القزبر ومعدنوس والكرافس يكونوا مفرومين رقيق باش نخليو هاد الخليط ديال الخضره بعد ما طابوا لينا يبردوا. ومن بعد ملي كيبردوا كنطحنوهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا في الطحانه اليدويه، وكنعاودو ملي كيطحن لينا هاد الخليط كنرجعوه فوق العافيه مهيله وكندوروه بشويه ديال البلبوله رقيقه يعني التشيشه. ملي كندوروه بالبلبوله كنضيفو واحد معلقه صغيره ديال الحك مطيشه وكنحركو كنحركو حتى يعني كطيب لينا ديك البلبوله، راه دغيا كطيب لانه ما مكترينش، يعني واحد الحفينه صغيره باش غادي ندورو يعني البلبوله الرقيقه اولا التشيشه. وكنضيفو معلقه صغيره ديال الحك مطيشه، بالنسبه معلقه صغيره ديال الحك مطيشه كتبقى اختياريه، هي بما انه درنا الخضره وكنزيدو المركز ديال المطيشه معلقه صغيره كتجي زوينه، اللون ديالها كيجي بحال الاحمر، كتجي بحال الحريره خفيفه. ولا ما بغيناش نديرو معلقه ديال الحك مطيشه كتبقى اختياريه، ديك الساعه كيبقى اللون ديالها بحال الابيض مع هذيك الخضره ملي كطحن، يعني كيجي واحد المذاق مختلف، راه كتجي زوينه بزاف، ونتمنى انكم جربوها صحيه. ما كنستعملوا فيها الخضره اللي بقات لينا يعني في نهايه الاسبوع، وفي نفس الوقت كنستافدوا من البلبوله، راه غادي تعجبكم بزاف، ونتمنى انكم جربوها لانه حتى الوليدات يعني غتعجبهم ان شاء الله، ونتمنى تجربوها الافراد.
مزيان وكلس مزيان. ها انت من لي تخي من هاد لي تخي انا مشايه شويه نجيو هنا نديرو